Radio Starz from Los Angeles, California. ضيوف برنامج لولا الماضي ليوم الأربعاء 3 آب بفقرة شوية صحة. دكتور جورج نيكولا طبيب أطفال وغدة صماء. وبفقرة الأصالة الممثل اللبناني المخضرم خالد السيد. فيكن تسمعوا وتتابعوا برنامج لولا الماضي من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز ومن صفحة راديو ستارز الخاصة على الفيسبوك. البرنامج من إعداد وتقديم الإعلامي اللبناني صقر البعيني. راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية بتقدم برنامج لولا الماضي. فيكن تسمعوا برنامج لولا الماضي كل أربعة الساعة 9 المساء بتوقيت بيروت لبنان والساعة 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس كاليفورنيا من راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية. وتابعوا أيضا من خلال صفحة راديو ستارز الخاصة على فيسبوك. لولا الماضي من إعداد وتقديم الإعلام اللبناني صقر البعيني. صباح الخير أعزائنا المستمعين بلوس أنجلوس ومساء الخير أعزائنا المتابعين ببيروت وكل أنحاء العالم. أهلا وسهلا فيكم بالحلقة 19 من برنامج لولا الماضي عبر أثير راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية لوس أنجلوس كاليفورنيا. نحن اليوم ب 3 آب 2022 قبل بيوم من المجزرة يلي هزت لبنان وهزت العالم. معكم وراء الميكروفون على الإعداد والتقديم صقر البعيني ومن وراء الميكسر على الإخراج وهندسة الصوت عمر حيدر. أعزائي المتابعين برنامج لولا الماضي مثل ما تعودتوا علينا برنامج بيحكي عن التراث بيحكي عن الأصالة بيحكي عن الطب. برنامج متنوع بيطلع عليكم بكل سهرة أربعة أو كل يوم أربعة عبر أثير راديو ستارز ذات النجوم اللبنانية لوس أنجلوس كاليفورنيا. ومثل ما تعودتوا علينا بهالبرنامج بنقسم لفقرتين اثنين. الفقرة الأولى هي فقرة شوية صحة نستضيف فيها دكتور متخصص بمرض معين بيكون من اختيارنا أو من اختياركم. والفقرة الثانية هي فقرة الأصالة بنستضيف فيها ضيف عزيز ومخضرم بكافة المجالات الفنية الثقافية الاجتماعية كمان من اختيارنا وكمان من اختياركم. ضيوفي لحلقة اليوم الأربعاء 3 آب 2022 هني على التوالي. ضمن فقرة شوية صحة معنا الدكتور جورج نيكولا طبيب أطفال وغدة صماء. وضمن فقرة الأصالة معنا الممثل المخضرم الأستاذ خالد السيد. طبعا أعزائي المتابعين بتقدروا تتابعونا مباشرة عبر radiostars.com بتختاروا listen live now أو بتتابعونا كمان عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك لايف راديو ستارز. ودايما بذكركم ستارز بحرف زي. وكمان بذكركم أكثر وأكثر أنه كمان بتقدروا تتابعوا كل حلقاتنا الحالية والماضية وكل برامج راديو ستارز عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالإذاعة راديو ستارز.
أعزائي المتابعين وقفة موسيقية قصيرة أصيلة وبنرجع لكم. أعزائي المتابعين رجعنا لكم بعد هالوقفة الموسيقية القصيرة، وصار معنا ضيفنا الأول بحلقة اليوم دكتور جورج نيكولا. مساء الخير دكتور جورج. مساء النور، أهلا وسهلا فيك ببرنامج لولا الماضي عبر أثير راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية لوس أنجلوس كاليفورنيا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة. يا هلا. أعزائي المتابعين، داء السكري هو اضطراب بتكون فيه مستويات السكر الجلوكوز بالدم مرتفعة بشكل غير طبيعي بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج كميات كافية من الأنسولين. هيدا التعريف البسيط لداء السكري، هو المرض يلي بيسموه كمان المرض الصامت. داء السكري عند الأطفال والبالغين له نفس العوارض، ولكن سكر الأطفال أكثر تعقيد. لنضوي أكثر على هيدا الموضوع أو هيدا المرض الصامت، نستضيف معنا دكتور جورج نيكولا، اختصاصي أطفال وطبيب أطفال وغدد صماء. دكتور أهلا وسهلا فيك عن جديد. شكرا شكرا. لا اليوم نعم بعض الشغلات. داء السكري يصاب في الأطفال والكبار، منشان هيك نعم. مقسوم إلى قسمين، النوع الأول يلي بيصيب الأطفال بيكون في نقص حاد بالأنسولين يلي هي نعم. يلي بتحرق الجلوكوز السكر بالدم، والنوع الثاني هو بيصيب الكبار بالسن يلي هو في زيادة أنسولين وفي مقاومة ضد الأنسولين، منشان هيك بيضل السكر عالي والأنسولين ما بتقدر تشتغل شغله. نعم. وفي نوع قليل جدا يلي هو يصيب الأطفال ما دون عمر 6 أشهر، وهيدي أشياء جينية بيكون نعم. يا متوارثة عن أمه وبيه يا أما دينوفو، يعني حصلت خلال التكوين تبعه. نعم دكتور. يعني فينا نفهم من حضرتك انه ممكن يكون داء السكري وراثي؟ الداء السكري من النوع الثاني هو اكثر الاحيان وراثي، انما الداء السكري من النوع الاول يلي يصيب الاطفال وفي بين 4 سنوات و6 سنوات وبسن المراهقة، لكن في في نوعين من السكري، السكري يلي هو عنده نقص حاد بالأنسولين والسكري يلي عنده مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين هي عند الناس يلي كبار بالسن فوق 40، وهلأ عم نصير نشوفها عند المراهقين يلي صاروا ناصحين عندهم سمنة زائدة زائدة عن زوم. هي بيكون في عندهم ما يسمى بمقاومة الأنسولين. الأنسولين بتكون عالية جدا بجسمه، ولكن في إشياء تمنع من أنه تشتغل شغلة. إنما نوع الأطفال يلي بيصيب الأطفال بعمر 4 ل6 سنوات وبين 10 ل14 سنة بسن المراهقة، هيدا النوع من السكري هو نقص حاد بالأنسولين، لأنه في تفاعل بقلب الغدة البنكرياس وخاصة الخلايا يلي بتفرز أنسولين، في مضادات حيوية بتقتل هالخلية أو بتقتل الأنسولين أو بتقاوم
تمنع الأنسولين من أنها تشتغل، وبهالطريقة بيعلى كمية السكر بالدم وبيصير في عندهم سكري. هيدي المرحلة بتاخد وقت، يمكن تاخد أشهر، يمكن تاخد سنوات حتى تصير. وقت بتصير الخلايا بتموت، أكثر من 80% من خلايا البنكرياس يلي بتفرز أنسولين بتموت. بهالحالة ببلش عنا عوارض السكري. نعم دكتور، نوعين اللي عم تذكرون حضرتك ممكن يكونوا عند الأطفال، سكر الأطفال وسكري عند البالغين، نوعين موجودين ولا بيختلفوا؟ ايه هالنوعين يلي بيصيبوا الأطفال قلت لك في دو بيك يعني الذروة نعم. بين الأربع سنوات والست سنوات، في ذروة تانية بين العشرة والأربعتاش. ليش بين الأربعة والست سنوات؟ العلماء اكتشفوا إنه في كتير بيلقطوا بكتيريا وفيروس، يمكن هالفيروس وهالبكتيريا بتخلي تفاعلات بقلب الجسم تولد مضادات حيوية تقتل الخلية يلي بتفرز أنسولين. نعم. إنما يلي بين العشرة والأربعتاش منفكر إنه بسبب البلوغ يلي عم بيصير وتخربط الهرمونات وقت بده يبلش يبلغ الإنسان، إن كان شاب وإن كان بنت، أوكي كمان هيدي بتزيد من حالات السكري. هيدا السكري النوع الأول يلي بيصيب الأطفال عادةً وبيكون في نقص حاد بالأنسولين. نعم. دكتور سؤال، عم نشوف حاليا بسبب زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال وخاصة المراهقين بين فوق عمر العشر سنين عم يصابوا بالسكري يلي من هو من النوع الثاني بسبب زيادة الوزن، وبزيادة الوزن في مقاومة للأنسولين، وقت بيكون في مقاومة للأنسولين بيكون في أنسولين بكمية كبيرة، ولكن في شيء عم بيمنع الأنسولين من العمل صحيح، مشان هيك كمان بيؤدي للسكر. نعم دكتور، بعمر الأربع على ست سنين الأهل كيف، شو العوارض اللي لازم يحسوها على طفلهم لحتى يعرفوا أنه معه سكري؟ لأنه هيدا مسميناه المرض الصامت، حتى نعم. الكبار بالعمر الشباب ما بيعرفوا معهم سكري غير لا يغطى قلبهم او يعملوا فحص او يسفروا كتير. شو العوارض يلي بتخلي الاهل يعرفوا انه ولدهم معه سكري؟ هلا من اهم العوارض هو الضعف الشديد والمفاجئ عند الولد، التبول الليلي اللا ارادي، بيكون الولد صار نظيف، بطل يعمل بيبي بالليل، يبول بالليل، بيصير يبول عن جديد، بيصير يشرب مي كتير ويبول كتير ويضعف كتير ويصير في عنده إرهاق. وقلنا هالأشياء بدها تمر بفترة بين الشهر لسنة سنة كاملة حتى يبلشوا هالعوارض، منشان هيك لازم الأهل يكونوا واعيين إذا كان ابنه صار نظيف بالليل وفجأة بلش يبول تحته. هيدي شغلة، إذا ضعف كتير بسرعة، إذا صار يشرب كميات كبيرة من المي تفوق 2 أو 3 لتر ويبول أكثر 3 إلى 4 لتر من المي، بهالحالة لازم ينتبهوا الأهل ويتحولوا دغري عند أقرب مستوصف أو أقرب فرماشية يعملوا فحص السكري يلي بينعمل من أصبعه حتى يشوفوا كمية السكري. التوعية بالمدارس ضرورية، التوعية للأهل وبالنوادي بالجمعيات ضرورية جدا، لأنه كل ما كان عندنا توعية كل ما بيكون في عندنا نلقط
هالأطفال قبل ما يروحوا بغيبوبة، قبل ما يصالوا على الطوارئ بحالة مزرية، بيصير في تخربطات بالأملاح تبعهم، بنشفوا كتير من المي، بيصالوا بحالة إغماء كامل، وكميات سكري بالدم تفوق 1000 ملغ بالدسيليتر. نعم دكتور، كمان في حالة أنا بعرفها شخصيا، يعني بنت شاب رفيقي عندها سكري الأطفال، سألته شو السبب، قال لي مورا صدمة، خيا كان عم يلعب على الطريق واجت سيارة تضربه، من نقزتها هي من الصدمة صار مع سكري. قدي مزبوطة هالخبرية هيدي، أو ممكن هيدا تكون سبب كمان لسكري عند الأطفال؟ حسب المراجع الطبية والدراسات ما في هيك اشياء بتصير، في تفاعلات خبرتك عنهم انه بيقتلوا خلية يلي بتفرز السكري، او انزيمات بقلب الجسم، مضادات ضد الخلايا الانسولين بتخليها يصير عنده السكري. هذا السكري النوع الاول. وقلت لك كمان ببداية الحديث في سكري يصيب الاطفال يلي هن تحت عمر 6 أشهر، هيدي بتكون امراض جينية يا متوارثة من الاهل يا اما خلقت مع تكوين الطفل بقلب الجنين بطفل ببطن. نعم دكتور، في حد عم يسألني، إذا تفضلت حضرتك وحكيت إنه السمن الزائدة المفرطة عند الأطفال بتكون سبب للسكري، هل إذا عمل رجيم وضعف حاله بيشفى من السكري؟ جميل كتير هيدا السؤال، صحيح جدا. نعم. منشان هيك الرجيم والحمية الغذائية الرياضة بتخلي الطفل أو المراهق يلي عنده زيادة وزن إنه يخسر وزن، وبالتالي بيرجع بيعدل معدلات السكري بترجع طبيعية. نعم. بجسمه. وكمان البرهان على ذلك الكبار يلي عندهم سكري وبيروحوا بيعملوا عمليات تقصير في المعدة أو باي باس، أوكي، بيكون عندهم سكري، بيكون عندهم كوليسترول، بيكون عندهم مقاومة للإنسولين، ومن بعد عملية باي باس أو الباي باس أو السليف أو هي بيروح الأمراض من جسمه. نعم. دكتور، في سؤال كمان لحضرتك من لوس أنجلوس، معنا منيرة من لوس أنجلوس، بتقول بنتي عمرها 5 سنين، وهي عمرها 5 سنين صار معها لوكيميا والحمد لله تعافت، وهلأ عمرها 24 سنة وبدها تتجوز، في خوف أحفادها يكون في عندهم ذات الشيء؟ اللوكيميا في احتمال، ولكن هيدا كتير ضئيل. نعم. بس في باللوكيميا نحن وعم نعالج الأطفال يلي مصابين باللوكيميا، في بعض الأدوية تسبب ارتفاع معدلات السكري وخاصة من الكورتيزون، وفي هالحالة هيدي نضطر نعطي انسولين ولكن بكميات كبيرة جدا حتى نعدل معدلات السكري. نعم دكتور، شو مضاعفات اللي بتنجم عن هالمرض، سكري الأطفال أو السكري؟ أوكي، السكري الأطفال هو مرض مزمن رح بيرافق الطفل كل عمره، من الأفضل أنه يكونوا مستويات السكري ضمن الطبيعي حتى ما يصير في مضاعفات. في مضاعفات تصيب الشرايين الكبيرة والشرايين الصغيرة. الشرايين الكبيرة يلي بتسبب مثل جرحة قلبية أو إسكيميا يعني نشاف بالرأس أو انفجار بالدماغ من وراء
الشرايين يلي بتبلش تسكر. أوكي، قبل وقت، طالما المعدل السكري طبيعي، طالما هالمضاعفات بتصير تبعد كتير عن الأطفال، والأطفال يلي يصاب بالسكري بعمر الأربع سنوات أو الخمس سنوات يعني ما منشوف مضاعفاتهم غير بعد 10 أو 20 سنة. نعم. 20 سنة يعني بتصير بعيدة. هالشرايين كمان فيها تكون الشرايين الرفيعة يلي بتصيب العين، يلي بتصيب الكلوة، يلي بتصيب الأطراف، إن كان الإجرين وإن كان الإيدين. نعم. نعم. دكتور، هل ممكن، كنت حضرتك عم تحكي إنه سكر الأطفال بيلازم الشخص كل عمره، ما في أمل إنه مع تقدم العمر يشفى الشخص من سكر الأطفال؟ لا، سكري النوع يلي بينقص من في نقص حاد بالأنسولين ما في يشفى منه. اكتشفت مادة الأنسولين من العلماء، من واحد طبيب كندي اكتشفها تقريبا سنة 1921 ل 23، يعني قبل هالتاريخ هيدا ما كان في عنا انسولين، والاطفال يلي كانوا يصابوا بداء السكري ما كان لهم علاج. نعم. أوكي. يعني للاسف انه هيدا زحاله بتزامن الشخص طول عمره، كمان هي منا سهله. انا بعرف حالي دكتور، شخص صار معه سكر ال 450 وصل، مستوى كتير عالي، فحمي نفسه صار عم يعمل ستابليزيشن بالسكري بالدم عنده من خلال الرياضة والانتباه لأكله. هل ممكن هالطريقة، هالرياضة اليومية والأكل الصحيح والسليم يشفينا من السكري؟ هيدي عند الأشخاص يلي بيكونوا عندهم مقاومة للأنسولين، رياضة ضرورية. أوكي. نعم. والحمية الغذائية ضرورية، إنما الأطفال يلي عندهم نقص حاد بالأنسولين هالطريقة غير كافية، هي بتساعد ولكن غير كافية، لأنه البنكرياس بطل يفرز أنسولين لأنه ما بقى في كميات أنسولين. هلأ في الهانيمون بيريد بسموها، أو فترة شهر العسل، من بعد ما نبلش العلاج بالأنسولين بيمرق الطفل بمرحلة يمكن يمرق فيها يمكن ما يمرق فيها، بتتراوح بين الأسبوع أسبوعين للأشهر. أوكي. نعم. ولكن لا تتعدى 6 أشهر. أوكي. نعم. بيكون فيها كميات الأنسولين، كميات ضئيلة جداً يحتاج لها. حدث معي اني وقفت الانسولين فقط لمريض لمدة شهر، ومن بعد هالشهر رجع احتاج انه ياخد انسولين من جديد. مرق بفترة مرحلية دامت تقريبا 3 أشهر، اضطرينا بس نوقف الانسولين شهر واحد ونرجع يتابع كمية الانسولين من جديد. نعم. دكتور، عنا سؤال عبده من سوريا، بيقول ابني عمره 19 سنة مصاب بداء السكري، كتير من الأوقات ترجف إيده ومنحس إنه نزل معه السكري، كيف بيكون مصاب بالسكري وبيقشر السكري معه بذات الوقت؟ مظبوط، لأنه كل هيدي لازم كل طبيب يقعد مع المريض تبعه، مع أهل المريض ومع الطفل، ويشرح له شو هو السكري. هو هيدا الطفل أو هيدا الشخص اللي عمره 19 سنة عنده سكري من النوع الأول وما عنده أنسولين بجسمه، نحن عم نحاول نعوض له هالأنسولين بإبر، عم نعطيه إبر. وفي عدة محلات مرات بيصير إنه كمية الأنسولين اللي أخدها تكون زايدة عن معدلها، فبيقشط معه السكري وبيحس بعوارض. هالعوارض منها الرجفان،
منها العرق، منسميه العرق البارد أو العرق المسقع، ضربات القلب السريعة، بيصير تعبان كتير، ما في حرك حاله، ما بيقدر يحكي، في مرات بيعمل هزة كونفالجن رشفة زيادة، بغيب عن الوعي إذا كان قشط السكري معي السكري معه. هالأشخاص هودي والأطفال يلي بيكون في عندهم منفضل إنه يكون السكري شوي مرتفع حتى ما يصيبهم عوارض الهايبوغليسيميا، يعني هبوط السكري عندهم. أوكي. فلأنه كتير مضرة إن كان للطفل وإن كان للأهل، ولازم بالمدرسة أو بالنادي أو بالرياضة أو بالكشافة يكون معروف إنه هيدا الطفل، هيدا الطفل أو هيدا الولد عنده سكري، لأنه بعدها بعوايدنا المريض المصاب بالسكري ما بيخبره عنه. صح، هيدا غلط. وهيدا غلط، نعم. لأنه يمكن يتعرض لشي جرح أو شي كمان يصير عنده نزف كتير قوي ما يقدروا يعالجوه، ما يقدروا يعرفوا، خاصة مثلا الكوتش إذا منه عارف إنه هيدا الولد عنده سكري وغيب عن الوعي قدامه لأنه عمل رياضة كتير قوية وصرف وكان أخذ أنسولين، ما حيفكر إنه يجي يشربه شي في سكر حتى يرجع يوعى. نعم نعم، أهم شيء الوعي. حتى أنا بعرف الطفل مرة كان عم يلعب قدام البيت عنا شوي، بدق الباب بسرعة، فتحت أنا بيقول لي بليز بدي بومبون، بليز بدي بومبون. تفاجأت إنه ما عرفت لا دغري أعطيته، أخذ قال لي معي سكري بدي أخذ، بحس إنه نقص السكري عنده بده بومبون يعود، بحس بضربات القلب السريعة، بحس بالعرق، بحس بالتعب. فهالعوارض إذا كان بعده واعي، إن كان طفل وإن كان شاب، إذا كان بعدهم واعيين دغري هن صاروا يعرفوا حالهم، يركضوا بدهم ياخدوا سكر، كمية سكر حتى يرجعوا يجلسوا. نعم، هون بدي وجه تحية لكل اللي عم بتابعونا عبر فيسبوك لايف ويتفاعلوا معنا فردا فردا، بحييكم وبحيي كل المتابعين عبر راديو ستارز عبر الراديو. كمان عنا دكتور في باتينا خراط كمان متابعتنا الدائمة عم تسأل، هل مزبوط انه يلي بيلفت انتباهنا للسكري انه في سكري لما يفوت الشخص على التواليت كتير او في شيء تاني؟ يمكن شرحنا عنه باتينا، بس دكتور مش هيدا السبب الوحيد، بس مش هيدا هو السبب الوحيد اللي هو من اهم الاسباب. قلت يبول كتير، يشرب كتير، يضعف، اوكي، وكله بده يصير فجأة هيك بيوصلوا. نعم. الأهل بيوصل الطفل لعنه. نعم. هلأ السؤال الأخير لحضرتك، عم يسألوني ياس على الفيسبوك لايف، وأنا شو بتحب توجه نصيحة لكل المتابعين عبر برنامج لولا الماضي؟ أنا بحب بخصوص الأطفال اللي عندهم سكري. نعم. ورجعتني شوي بالذاكرة لأول ما بل نقيت هيدا الاختصاص، لأنه وصلت لي على الطوارئ طفلي عمره 7 سنوات كميات السكري عالية جدا جدا، ولا كان في بالمستشفى اللي كنت فيها ما كان في أي طبيب اختصاصي بيهتم بهالحالة. فأنا من بسبب هالبنت هيدي فكرت أعمل اختصاص الغدد الصماء، لأن ما كان حلو في منه بلبنان. حلو دكتور، عم يسألونا هل في علاج دائم أو نهائي للسكري؟ باتينا عم تسأل، باتينا خراط. فمن إلا لباتينا أنه إن شاء الله قريبا نلاقي هيدا. عم يحكوا كتير بالنسبة ل vaccination، يعني تلقيح ضد السكري بعد ما وصل. عم نحكي كتير بزراعة ما وصل خلية. بلش عالميا دكتور، ولا ما وصل العلاج على لبنان ولا كيف؟ بلش عالميا اختبارات حتى نشوف إذا كان رح نقدر نعمله.
بس مش على الأشخاص بعدهم على الحيوانات. قيد الدرس. أوكي. في خلايا لي كيف منزرع مثلا للوكيميا. بلشنا نعمل تجارب على الأشخاص بزراعة الخلايا تبع الأنسولين يلي بتفرز الأنسولين بجسم الإنسان بخلال مصل من مرقه كأنه عن مرق الدم نمرق له دم للمريض. نعم. بعد لحديت هلا ما في أشياء مشجعة بس قريبا جدا إن شاء الله نسمع عن أشياء مشجعة بهالخصوص. هلا أفضل علاج للسكري هي هو الأنسولين يلي بينعطى باستمرار، يعني مضخة أنسولين. هي مضخة تتعلق مثل الموبايل بجسم على التليفون بخصره للطفل. أوكي. وهي بتزت له أنسولين لما يكون صارت مثل لما وهي بتقرأ كمية السكري كل خمس دقائق وبتفرز أنسولين حسب ما نحن منقلها حسب بروجرام برنامج الكمبيوتر. منقلها أنه من الساعة 6 الصبح للساعة 3 بعد الظهر بتزدي 0.3 يونت من الأنسولين كل ساعة، بينما من ساعة 3 بعد الظهر للساعة 11 بالليل بتعطي 0.1 يونت من الأنسولين. من 11 بالليل لستة الصبح بتعطي كمية غير من الأنسولين، وبهالطريقة نقدر نتحكم بالسكر عند الأطفال أكثر. وهيدي الماشين، هيدي المضخة بسموها البنكريا ارتيفيسيال أو البنكريا يلي بيشبه عمل البنكريا تبع جسم الإنسان. الجسم. حلو كتير، حلو كتير. يعني هيدا حال كمان بيريح الطفل انه ضل عنده هم ياخد الحقن كل شوي. ما في حقن بياخدها، هيدا التليفون بحطه على خصره، بحطه على ما هو هيدا اريح صح. طالع منه نبريش صغير، هالنبريش مشكوك بقلب الجسم، منه بيقرأ السكر بالدم ومنه بيفرز الانسولين. نعم. المحتاجة هلا عم بقصده أنا أنه ما عاد عنده هم الطفل أخذت الإبرة ولا ما أخذت الإبرة، صار هيك عم بيعيش حياته شوي طبيعية كأنه. حتى نعم. حتى في يتسبح فيه، في يتحمم فيه. حلو. بالطول ماي. حلو كتير. حلو. بس أكيد مكل. أكيد صح صح، خاصة عنا. نحن صار هيدي الرشونج يعني كل شهر بده يتكلف بين الميتين والثلاثمية دولار بس حتى يغير النبريش تبعه، لأنه هيدا النبريش بيتغير كل ثلاثة أيام. يعني بدل ما يشك حاله صبح ظهر عشية وقبل النوم، أوكي، ويفحص السكري صبح ظهر عشية وقبل النوم، بيتعوض بفرد شكة مرة كل ثلاثة أيام. دكتور سؤال، هيدا الشيء ممكن يستعمل للكبار السن كمان للبالغين؟ هيدا البومب اللي عم تحكي عنه حضرتك. نعم نعم نعم، للبالغين وللكبار بالسن يلي هن من النوع الاول او صاروا ما بقى يتجاوبوا على الحبوب يلي بياخدوها. نعم. الناس اللي عندهم زياده في الوزن بيضطروا يستعملوا هالمضخه الانسولين. نعم. يعني دكتور جورج نيكولا، صراحة استفدنا كتير من المعلومات اللي اعطيتنا اياها حضرتك، واكيد شكرا. موضوع السكري ما فينا نحصره بنص ساعة او بفترة صغيرة. بنتأمل يكون عنا لقاءات تانية مع حضرتك ونتوسع اكتر واكتر بهذا الموضوع. بتحب تضيف شيء للمستمعين؟ شكرا لراديو ستارز اللي استقبلتنا. يا هلا. وتشرفنا بحضرتك. شكرا. أنا كمان.
وشكرا جزيلا لكل المستمعين يلي قدروا، وإن شاء الله أكون قدرت فتهم. أكيد أكيد 100%. تحية لحضرتك مني أنا صار لبعيني ومن مهندس الصوت عمر حيدر، وشكرا شكرا كثير لوجودك معنا ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا للصبر. إلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء. راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية بتقدم برنامج لولا الماضي. فيكن تسمعوا برنامج لولا الماضي كل أربعة الساعة 9 المساء بتوقيت بيروت لبنان، والساعة 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس كاليفورنيا من راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية، وتابعوا أيضا من خلال صفحة راديو ستارز الخاصة على فيسبوك. لولا الماضي من إعداد وتقديم الإعلام اللبناني صقر لبعيني.